السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice 17 et exercice 18 pas 66 du manuel étincelle 3 années bio. Le cours le test d'identification de quelques ions dans les solutions. الكشف عن الايونات في المحاليل المائيه. اكزرسيس 17 با 66 لاسيد سلفوريك اي حمض الكبريتيك. لا سوليسيون داسيد سلفوريك اي تي سوليسيون ايونيك كونستيتي دو ايون اتش بلس اي دي ايون اس او 4 دو موان. اذا بالنسبه لهذا الحمض الكبريتي تتكون من ايونين، كاين ايون الهيدروجين وايون الكبريت الكبريتيك. لوسكون فيرس de l'acide sulfurique, donc on boit de l'acide sulfurique sur un morceau de canette en fer, on observe une effervescence, le gaz formé détonne en présence d'une flamme. Il y a une différence avec le gaz, quand la réaction chimique cesse, on filtre la solution obtenue, puis on verse une solution hydroxyde de sodium dans un tube IC contenant le filtre. La montre le résultat obtenu. إذا بالنسبة لينا حنا مني درنا هاد التجربة ديال نديرو خلاصة ديال الأسيد فيليكسير واحد الكانيت ديال لو فيغ كاين ديتوناسيون. إذا هنا ديتوناسيون عرفتو شناهو الغاز راهو الهيدروجين. إذا كون هنا واحد المحلو يتكون لينا هذاك المحلو اللي كاين شي درنا ليه واحد الفلتراسيون أي درنا ليه عملية الترشيح ومني درنا ليه الترشيح ملي درنا ليه الترشيح زدنا عليه واحد الصودا اش عطانا في هاد الفيتا قالك عطانا هاد البريسيبيتي. ها هو البريسيبيتي كيدير البريسيبيتي سي عفوا بريسيبيتي فيغ بروميير ايكغ لا فورمول دو لاسيد سلفوريك. بالنسبه لهاد لاسيد سلفوريك راه عندنا اش بلس عندنا اس او 4 دو موان، ولكن هنا عندنا دو موان اذا هنا بلس اننا نديرو دو حداد. اذا هنا تولي لاسيد هادي نسميوها ب لا فورميل ايونيك. اذا لا فورميل ايونيك دو لا سوليسيون داسيد سلفوريك هي دو اش بلس اس او 4 دو موان. بوركوا درنا دو؟ لان لا سوليسيون اي نوتر. اذا ديما المحاليل المائيه فهي اي متعادله كهربائيا. اذا دو اش بلس بلس اس او 4 دو موان. Deuxièmement, nommer les produits de la réaction chimique mise en évidence, justifie ta réponse. Et les produits de la réaction sont adna, la présence d'un gaz formé détendre en présence d'une flamme, et qu'une détonation, la flamme avec la flamme, le gaz, il y a le dihydrogène. Adna, formation, DLH, DL, ou adna, précipité. Le résultat obtenu est précipité. Adna, la solution, les solutions d'hydroxyde de sodium ou soda. اش عطانا؟ عطانا البريسيبيتي فيغ. اذا البريسيبيتي فيغ اش تيدل؟ تيدل على وجود اش الحديد الثاني اف او دو بلس لي زيون. كاينين لي زيون هنا، هادو هما الاساسيين، لو ديدروجين اي لي زيون اف او دو بلس. زعما بان لو ديدروجين هاد اش بلس تحولت لهيدروجين و لو ميتال لو فيغ تحول لينا الاف او دو بلس. اذا هذا هو العنصرين المهمين. Il y a le troisième, établir l'équation bilan sachant que les ions sulfate ne réagissent pas. Il y a une équation simplifiée, mais si le bilan, il y a un agrément de rouge, 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 l'équation bilan simplifiée هو 2H بلس هو اللي تهمنا اف او دو تيعطينا اش 2 بلس اف او 2 بلس. اذا هذا هو هذه هي المعادله تنسميو سامبليفي. هما قالوا لك لو بيلون ولكن سامبليفي ما داروش سامبليفي هنا سامبلي. علاش؟ لان هنا ذكروا بان لي زيون اس او 4 دو موان نو رياجيس با. اذا هنا كاتريامون كومباري سيت ايكواسيون بيلون دو سيل دو رياكسيون شيميك انتر لو ميتال دو فير اي لاسيد كلوريك. Donc cette équation est la même. Nous l'équation simplifiée. Et dans cette équation bilan est la même de l'équation de la réaction chimique entre le métal et
لاسيد اش لاسيد كلوريدريك لا ميم هذا ليكواسيون بحال هذا لاسيد سلفوريك وهذا لاسيد اس لاسيد كلوريدريك حتى هو عنده اش بلس اش بلس هي تترياجي ماشي اس او 4 دو موان وماشي الاخرين لو كلور تا هو بالنسبه لاسيد كلوريك لو كلور تا هو نرياجي با لي سيت كواسيون بيلو لا ميم كو ليكواسيون دو رياكسيون شيمي انتر لو ميتال و لو فير لو ميتال دو فير اي لاسيد كلوريدريك اش بلس هذا اش بلس هو اللي تيتفاعل مع لو فير ماشي هادو حتى هو نرياجي با اذا هذا بالنسبه ليكزارسيس 17 نمشيو ليكزارسيس 18 هو لو ديرني لاتاك دو كويفر اي ان نشدو لينا هاد الكويفر اي اتاكي عليه شي شي تقريبا واحد المحلول نشوفوه لاسيد نيتريك هذا لاسيد نيتريك هو اسيد اش بلس ان 3 موان سي تا ليكيد ان كولور فيسكو يفيمو اذا هذا عنده هو لزيج وما عندوش الكولور ولا سميتو لوسكي لي كونسونتري اي تري كوروزيف كوروزيف هو ياكل اي توكسيك هو سام toxique ou d'insem. Lorsqu'on verse de cet acide sur les fournures de cuivre, les fournures de cuivre, on met donc واحد الطروفه ديال الحديد وتكون تكونوا حلزون تكونوا عندنا في المختبر on obtient aussi le résultat photographique figure A puis au début de quelques minutes le résultat figure B puis on ajoute la soude on obtient le résultat de la figure HC. إذا هادو لي زيتاب كاينه هنا ا وكاينه بي و سي يعني بريميرمون كالك نوتي تي زوبسيرفاسيون كي بيرمي دافيرمي كو لو كويفر رياجي افيك لاسيد نيتريك اذا هنا ملي تنشوفو هنا لاسيد نيتريك تتلاحظو كاينه هنا واحد فورماسيون ديال اش ديال واحد هنا اش بالنسبه لينا هنا لاسيد درنا هنا هنا بدا بلو وهنا تتلاحظو بان ملي ضفنا لا سود عطانا واحد الريزولطا واحد بريسيبيتي بلو اذا هاد البريسيبيتي اش يدير لينا تيدير لينا بان راه كاينين لي كاينين اش بالنسبه لينا قال لك بيرمي دو ريا هاد لو كويفر رياجي افيك هنا تلاحظوا بان هاد لو كويفر اللي درنا راه تيختفي تيتحول الى سي او دو بلس سي او دو بلس راه عندو اش عندو بان راه اللون ديالو ازرق هادي لا فان ملي تنديرو اش ملي تنديرو لا سود اذا بالنسبه لينا ديسباريسيون قلنا دو كويفر اي فورماسيون دو سي دو بلس لان هذا اللون ديالو كشكي ولا بدا يزرق هنا ملي تنكبو لا سود تعطينا بريسيبيتي بيرمي دو دير كو لو كويفر رياجي افيك لاسيد كرويك سي ليا ديسباريسيون دو كي فورماسيون دون سوليسيون دوفيان بلو هاد لا سوليسيون ولات زرقاء بالنسبه لهاد بي وكان تاني هنا تلاحظوا تاني ملي تديروا لا سوليتي لي بريسيبيتي غادي نهضروا عليها ان افيك لاسيد كلوريديك سي كيليا ديسباريسيون دو كويفر دابا الكويفر مشى ولا دابا واحد اش رياجي افيك اش افي لاسيد نيتريك اذا يعني تتحول الى واحد اللون ازرق وهو ايونات النحاس الثاني دي فورماسيون دي سوليسيون دوفيان بلو اذا دوزيامون بلو دوزيامون كيل ايون ريسبونسابل دو لا كولوراسيون قلناها اوبتوني لا فيغور ا اي لا فيغور بو ليزيون اف سي او دو بلس اذا ايون ريسبونسابل دو لا كولور بلو سي ليون دو كويفر سي او دو بلس اذا هذا بالنسبه لينا اللون ديال الازرق اللون عنده اللون ازرق الحديد عنده الفير اف او دو بلس الفير ملي تولي اف او دو بلس يولي فير تاني لو فير ملي تتحول لاف 3 بلس يولي غوي اذا ليون ريسبونسابل دو لا كولور بلو سي ليون دو كويفر سون فورميل اذا سي اي دو بلس تروازيام ايدونتيفي لو برودوي اوبتوني دو ريزلتا دو تيست ici dans la figure C écrire l'équation de la réaction formation de cet produit il y a هذاك البرودوي اللي كاين شنو هو هذاك هذاك راه هو ديال هو لوكسيد دو كويفر هو اللي تكون بريسيبيتي بلو ولا رياكسيون ديالو راه تنديرو لا رياكسيون ديالو تي رياجي اش سي اي دو بلس تي رياجي مع اش او موان اذا لو برودوي اوبتوني اللي كنا قلنا هو البريسيبيتي بلو البريسيبيتي بلو سميتو الهيدروكسيد دو كويفر سامبل ديالو سي اي او اش اللي نديرو كيفاش تتكون لينا كيفاش هو تتكون ملي تكون هو بان هاد سي اي دو بلس ترياجي مع اش او موان ديال اش ديال لا سود وتعطينا واحد بريسيبيتي بلو
وهو الهيدروكسيد دو كويفر. إذا البرودوي اوبتوني دي بريسيبيتي بلو إيتان بريسيبيتي بلو سي الهيدروكسيد دو كويفر دو. الفورميل ديالو هي سي او اش او موا. إذا كيفاش حصلنا على هذا؟ تنديرو واحد ايكواسيون اش ايكواسيون دي بريسيبيتي. هذيك بريسيبيتي بلو الايكواسيون دو لاريا هي سي او دو بلس بلس دو او اش او موا تعطينا سي او او اش دو. هذا بالنسبة ليكواسيون ديال بريسيبيتي. Quatrièmement, indiquer c'est l'acidité de l'acide nitrique qui est responsable de l'attaque de cuivre. Juste ta réponse. L'acidité, l'acide qui est attaqué. L'acide chlorhydrique, là. Dans l'acide nitrique, elle est liée le cuivre à une CU de plus. Il y a quoi? L'acidité liquide. Et dans l'acide nitrique, attaque le cuivre. Alors que l'acide chlorhydrique est dans là. Et oui, c'est l'acidité de l'acide nitrique qui est responsable de l'attaque du cuivre. Alors, on a le cuivre qui a CU de plus. C'est l'acidité nitrique qui est responsable de l'attaque du cuivre car le cuivre se transforme en CU de plus. إذا نركزوا مزيان هنا، راه هذا تمرين إضافي، وهذا كل حنا ما تندرسوش لاسيد نيتريك ما تيعطيوهاش، تيعطيو لاسيد لاسيد كلوريدريك ولا لاسود اللي نديرو، لاسود نديرو على لو كويفر. لكن هنا هذا راه هو الدرس ديال اكسيون دي سوليسيون اسيد على كلك ميتون. إذا هنا سو ترانسفورم اون ايون دو كويفر دو. إذا كل ما لدينا بالنسبة لإكزيرسيس 17 إكزيرسيس 8 با 66. أوفوار، على لا بروشين.